وعليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم تأثير سورة البقرة على الإنسان وعلى جسم الإنسان. بداية أعزائي، كما نعلم بأن قراءة سورة البقرة تساعد على طرد الشياطين، فالشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كما جاء عن العديد من الأحاديث المختلفة التي وضحت هذا الأمر. وأيضا كما نعلم بأن البقرة وقراءة سورة البقرة أو سماعها أعزائي تساعد بشكل كبير جدا على التخلص من السحر والحسد أيضا. فإذا كنت تعرضت لأي حسد أو أي سحر في أي فترة من حياتك وبقي هذا داخل جسدك، فبإذن الله قراءة أو سماع سورة البقرة بشكل مستمر بإذن الله أنها تساعد على التخلص من هذه المشاكل، وتساعد على فتح الرزق والأبواب والتوفيق وجلب السعادة بإذن الله. فبالتالي أعزائي، أنصحكم أن تداوموا على سورة البقرة والبقاء على قراءتها أو سماعها يوميا بإذن الله، لتحصلوا على أعم الفائدة، وبإذن الله لكم أعز التوفيق.